حاليا نحن متواجدين في مكان كنا قبل الزلزال نأذن وكان مكان لرفع الأذان في هذا الجامع بالقرية. نحن ما عندنا غير يعني هالجامع الوحيد بكل القرية، يعني بساع عدد كبير من المصلين، وقدر الله ما شاء فعل انه بسبب الزلزال انهدم الجامع، يعني مثل ما شايفين انهدام كلي. الزلزال الأول عمل تدمير بسيط، لكن الزلزال الثاني عمل تدمير أكبر وأكبر، أثر علينا في دور العبادة عنا في البيوت، يعني 70% 80% بيوت القنية صارت على الأرض تهدمت. عنا عدد العائلات اللي موجودة بالضيعة اضطرت كلياتها، فنتيجة الزلزال عالم راحت من المخيمات، بركة برار الضيعة بخيام، عالم أمناها داخل أقبي بس محافظ عليها ممكن ما تتأثر. كيف الأقواس كلها بتضرر، الدراسية عنا كلها ضرر الطابق الأخير اللي عنا، السقف تكسر كله موجود فيه. يعني قد ما نحن من ناشد المنظمات الإنسانية تساعدنا في ترميم هالأمور هاي. صار عنا زلزال وصدعت المدرسة كلياتها، بالإضافة للكنيسة اللي احنا لأن ساكنين مدرسة الكنيسة بالقني، وعم ننام بالخيمة مع الغرف عنا غير قابلة للسكن، مصدعة كلياتها من سبب الزلزال.